والآن نتحول إلى الجولة الاقتصادية. وميرفت المليجي، أهلا بك ميرفت. شكرا سحر وأميرة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد الأهمية التي تليها الدولة لشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، مشيرة إلى التطلع لزيادة مجالات العمل لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر، بما في ذلك تحقيق رؤية عام 2030. جاء ذلك خلال استقبالها وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بمصر. وقد شددت هالة سعيد خلال اللقاء على التعاون بين الجانبين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك ما يخص العمل المناخي وحماية البيئة والنمو الشامل والمستدام، وكذلك التحول الرقمي. عاود سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي الارتفاع ليتخطى لأول مرة عتبة 35,000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. فعلى واقع الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1958، خسرت العملة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انخفاض صادرات البلاد بشكل أقل من المتوقع في يوليو، إذ هبطت بنسبة 2.1% عن الشهر السابق، في حين شهدت الواردات تراجعاً بلغ نحو 1.5%. وأوضح مكتب الإحصاء الألماني أن الصادرات الألمانية إلى روسيا قد انخفضت بنسبة 15.1% مقارنة بالشهر السابق بعد تراجعها بنسبة 60% في مارس وسط العقوبات الغربية الصارمة على موسكو. أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستزيد أعداد المهاجرين الدائمين لديها من 35,000 إلى 195,000 في السنة المالية الحالية لتخفيف العبء على الشركات التي تعاني من نقص العمالة على نطاق واسع. وأغلقت أستراليا حدودها لمدة عامين تقريباً أثناء ذروة كورونا، لكن تلك القواعد الصارمة ونزوح العمال والطلاب الأجانب ترك الشركات تكافح العثور على موظفين والحفاظ على أعمالها قائمة. وقد وصل معدل البطالة في أستراليا الآن إلى أدنى مستوى له منذ 50 عاماً عند 3.4%. في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط بفضل توقعات أن يبحث تكتل أوبك بلس خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في 5 سبتمبر. وقد زادت العقود الآجلة لخام برنت بمعدل 1.5% ليصل إلى 93.78 دولارا للبرميل. كذلك خام غرب تكساس الوسيط ارتفع بنسبة 1.7% ليغلق عند 88.04 دولارا للبرميل. كذلك سعر المازوت ارتفع عالميا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3.57 دولارا للتر، في حين انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.6% لتسجل 8.74 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، والتي ارتفعت عقود الذهب عالميا متأثرة بالبيانات الأمريكية عن البطالة والوظائف لتسجل 1.718 دولارا للأوقية بارتفاع يصل إلى 56%. أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18.947 جنيها، عيار 21.105 جنيهات، عيار 24 سجل 1.262 جنيها. أما الجنيه الذهب فقد وصل إلى 8840 جنيها.
صعدت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم بعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقوى من المتوقع للوظائف في أغسطس، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 61%، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 70%، واستهل المؤشر ناسداك المجمع المتداولات على ارتفاع بنسبة 97%. نهاية أخبار الاقتصاد.